ده اللي بيركب اللي هو ايه مو بين اللي بيركب في مكان البرم اللي بعد كده بينزل بيبقى فاتله تمام شوف حضرتك العمال بتخزن فين يعني العربيات ملانه والعمال بتخزن فين عشان يشغلوا عشان ما يعطلش ما بيرميش على الارض يعني مهتم جدا بايه بالمواد الخام وبالانتاج بتاعه بيحافظ على الجوده لانه من اول ما كانت الشركه قطاع عام كانت اهم حاجه فيها الجوده لان كانت الشركه حاصله على شهادات الايزو فهم اتعودوا على الحفاظ على الخيط الحفاظ على المواد الخام الحفاظ على المكن بتاعهم نظيف لما جت الناس الهنود دي بصراحه طبعا بالتخريب اللي الناس شافته النفسيه اتدمرت دي مكنه صاحبه برضه